كذبات البنات وقت الامتحانات. مرحبا يا أهلا. بدكم تتفوقوا بامتحاناتكم؟ اشتركوا بقناتي لتكونوا من أول الناس اللي يشوفوا فيديوهاتي. اضغطوا على زر الاشتراك بعدين حيطلع لكم جرس، اضغطوا عليه، وإذا فاتحين لابتوب فحيطلع لكم هيك شيء. رح اختار من تعليقاتكم اللي بتنزل خلال اول ساعة من تنزيل الفيديو وانزلهم على سناب شات. تابعوني اذا مو متابعيني. الو، ما لحقت ادرس شيء، يعني يا دوب طلعت على الملخص. يعني انا كنت بعرس ابن اخ امي، ولك وليه شو صار؟ بقول لك عليه بعدين. وانتي درستي؟ لا ما درست شيء، نفسيتي كثير تعبانه. البطل بالفيلم الكوري مات. لا لا لا، عوضك على الله. يا الله، رسمنا، مين رح ينقلني؟ لك ليش هيك علامتك؟ لو عم درس هالحيط هاد كان جاب علامات احسن منك. ماما سامحيني، والله هذا الاستاذ متحطط علي، وتحطط علي انا بالذات، يعني ما خلاني انه اتنقل، قصدي انه اكتب. ماما الك يا ضياع المصاري اللي دفعت لك اياها على الدروس الخصوصيه. بعدين الاسئله مو من الكتاب، يعني ابصر من وين جايبون. طب استني استني وشوفي، الفصل الجاي رح جيب تريليون من 100. تريليون؟ اجيبي 50 من 100 وكون طاير عقلي. شو كيف تحضيرك للامتحان؟ بعرفك سلالي دايما بتجيبي علامات عالية. قل اعوذ برب الفلق. هلا ما درست، يا دوب لحقت شي. المادة كتير صعبة وضخمة، يعني ان شاء الله ان شاء الله انجح. شحط طلعت الاولى ومثل ما توقعت. لا هيم تطرق شو سلالة قال شحط قال. لك يا ضيعان حظي يا ضيعانه، شو هالولاد اللي الله بعت لي اياهم. اخ خير ماما؟ اخي عمل شي؟ رفيقتك طنبرتك بالطرنيب؟ زعلتك؟ شو؟ انتو تزعلوني؟ لا انتو ما في منكم، بس اخبار ولاد جارتنا هي اللي مزعلتني. بنت خلصت الجامعة بتفوق وبعتوها لتخلص الدكتوراه باوروبا، والولد الجامعات عم تقتل حالها وتتخانق لتخليه يخلص دراسته عندها. لك اخ يا حظي اخ، قايمة صلي ركعتين استغفر ربي، بركي ولادي بنعدوا منهم. انا عملت منيح بامتحان اليوم، يعني لأطمنك نوعا ما. ما في امل. لك الله يصبرني، قومي على دراستك. ماما لا تفهمينا غلط، قربوا امتحاناتك، حاشك قر ولعي على التليفون. واذا ما بدك تدرسي تعي ساعديني بشغل البيت، بيكون افيد لك وافيد لي. عم نسمع لبعض الدرس؟ ها هي الكتاب مفتوح، عدي معنا اذا بدك. ان شاء الله. ركزي معي هلا، انا رح اقعد بالزاوية ورا وانتي قدامي، والرادار رح يضل يتحرك. انتي معي النوطة تبع الفصل الثاني وانا الفصل الاول، ومنقول يا ميسر ومندعي ما يجي شي من برا هالفصلين. شو الجواب لرقم خمسة؟ شو؟ بنات حليتوا رقم خمسة شي؟ الجواب هو الخيار الأول، لأنه إذا بتجربوا الخيار الثاني فالحل بيطلع غلط، فأنا متأكدة. أيك
الكذبة بتشوفوا منا أكتر شي؟ قولوا لي بخانة التعليقات، وإذا حبيتوا الفيديو انشروه مع رفقاتكم وخلينا نوصله لل 100,000 لايك. هيلا